قام سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصبح رئيس مجلس الوزراء اليوم بحضور حفل تدشين مشروع منشأة الشيخ صباح الأحمد الرياضية للمكفوفين في مقر جمعية المكفوفين الكويتية بمنطقة ميدان حولي. حضر الحفل عدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء. بدأ الحفل بالسلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الكويتية فايز لافي العازمي كلمة بهذه المناسبة، ثم عرض فيديو مصور عن سير العمل في مشروع منشأة صباح الأحمد الرياضية للمكفوفين والمدة المتوقعة لإنجاز هذا المشروع وأبرز مرافقه وخدماته التي يقدمها لفئة المكفوفين. وقال سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح عقب الحفل إن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بذوي الإعاقة على اختلاف مجالاتها، تأكيدا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه باعتبارهم جزءا أساسيا في التنمية وحرصه على توفير جميع متطلباتهم واحتياجاتهم. وأوضح سموه أن توفير هذه الاحتياجات ودعم البرامج الخاصة بذوي الإعاقة سينعكس إيجابيا في استثمار الطاقات الكامنة لديهم، مما يعود بالفائدة والنفع على المجتمع عبر مشاركتهم في مسيرة بناء وطنهم وتنميته. وعرب سموه عن أمله في أن يساهم هذا المشروع الرياضي في تنمية مهارات أبنائنا المكفوفين وتطوير قدراتهم من أجل مشاركة إخوانهم الرياضيين في تحقيق الهدف الأسمى، وهو رفع اسم الكويت عاليا في مختلف المحافل والمناسبات الرياضية والإقليمية والدولية.